بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني ويشرفني، أنا دكتور أحمد لطفي عبد اللطيف، مدرس تمريض الأطفال بكلية التمريض جامعة بن سويف، أني أكون موجود معاكم النهاردة في هذا الحشد الجميل والمؤتمر العظيم الصراحة المليء بكنز كبير من المعرفة، وكنز كبير أيضا من وسائل أخرى تساعد على زيادة وعي الفريق الصحي ومقدمي الخدمات الصحية، إضافة إلى هذا الوعي بأثره سوف يقع على المريض، ومن ثم نصل إلى الهدف والمبتغى اللي هو المريض بتاعنا، مستوى وعيه إيه، تكيفه إزاي مع المرض، وإزاي يقدر يعيش مدة أطول، صديق لمرض زي مرض السكري وفي سعادة وكأنه ليس مريض تماما. وده مش غريب ومش عيب علينا احنا كمجتمع مصري وعربي مثقف، لان هو مرض زي مرض السكري في الدول الغربية هو مرض سهل جدا والمعاملة معه بسيطة وسلسة، ومريضه اصلا ما عندوش اي مضاعفات وحجم مضاعفات بالشكل اللي منتشر عندنا في المجتمع العربي. لكن حابب اتكلم معاكم النهاردة عن التوعية الصحية وسبل وصولنا إلى هذه التوعية ومصادر المعرفة السلسة السهلة دون مقابل. دايماً الشيء اللي بمقابل أصعب شوية نفكر فيه، لكن لما يكون عندك معرفة سهلة تقدر توصلها بكليك على الإنترنت، إضافة إلى أن المستفيد منها هي كافة الأطراف، مقدم الخدمة الصحية ومتلقيها. لازم أبرز النهاردة دور الـ International Diabetes Federation، حقيقة الجمعية الدولية للسكري عاملة مشروع عظيم جدا وجميل جدا لأطفالنا في المدارس، سموا هذا البروجكت Kids Project. Kids Project هي الـ Kids and Diabetes in Schools، هدفه هو زيادة وعي وثقافة مدرسين الأطفال في المدارس وأباء الأطفال في البيوت والطفل نفسه سواء كان مريضاً بالسكري أو غير مريض بالسكري. وبالتالي شامل هذا البرنامج أربع عناصر رئيسة: Health Care Provider المفروض متمثل في السكول نيرس أو التيتشرز الموجود في المدرسة، إضافة إلى الأطفال وزويهم وأهليهم والعائلة كاملة. هذا البرنامج لانشد وبدأ تقريبا في 2013، بدأ كبايلوت ستادي ودراسة صغيرة بدائية من باب التجربة في 2015 في الهند وفي البرازيل، وما زالت الدراسة مستمرة وبدأت كتير جدا دراسات بدأت 12 وأبحاث يمكن لغاية من شهرين في بيبر منشورة عن هذا البروجكت ومدى تأثيره على الأطفال. حقيقة بيحتوي على محتوى علمي متميز جدا، مبسط جدا، مناسب جدا للفئة. أربع كتيبات، هذه الأربع كتيبات كل كتيب مكتوب بلغة تتناسب مع ثقافة الفئة المستهدفة، الأطفال من سن 6 إلى 14 عام. برنامج معمول لهم في شكل وكأنه قصص ميكي للجيب في صورة قصة لذيذة وكالرفول بيبرز. الكبار والآباء طبعا الكلام بيكون أكثر لغويا لكنه متناسب جدا مع ثقافة مجتمعنا المصري وليس بالصعب عليهم قراءته وفهمه. حقيقة البرنامج ده لما بدأ يطبق في الهند وفي البرازيل بدأ يجيب نتائج إيجابية جدا جدا، يمكن أخدوا 10 مدارس كدراسة، 5 من الهند و5 من البرازيل، واختلف ونوعوا في نوع المدارس اللي أخدوها ما بين مدارس حكومية ومدارس خاصة، وبدأوا يطبقوا هذا البرنامج على الأطفال بسيشن وبجايد لاين معينة حاطينها لهذا البرنامج موجودة على موقع International Diabetes Federation، حتى الباوربوينت بتاعها كمان متوفر. وبالفعل بعد عمل هذا البرنامج وقياس تأثيره وجد أن البرنامج تحول بالمستوى المعرفي تماما والوعي الثقافي لدى مرضى السكري اللي هم الأطفال تحديدا بالنوع الأول من السكري،
تحول كبير جدا، ومستواهم المعرفي نما جدا. عرفوا ده منين؟ من حاجتين، من خلال ان الاباء بداوا يعرفوا اقل شيء الهيلث دايت، وبداوا ينوعوا في نوعيه الغذاء المقدم للاطفال في المدارس اللي هم واخدينه معاه في اللانش بوكس بتاعهم، اضافه الى ملاحظات بعض التيتشرز على السلوك الغذائي للاطفال. وطبعا الاطفال بداوا ينقلوا هذه التعليقات بعد تطبيق البرنامج بشكل مباشر الى الاباء، فتم قياس تاثيره من خلال سؤال الاباء عن رد فعل الطفل. هل الطفل نفسه بدا يستجيب؟ اي نعم بدا يستجيب، وبدا يرفض الاكل الغير صحي نتيجه توعيه هذا البرنامج العظيم، اضافه الى وعي التيتشر في الكلاس في الفصل مع الاولاد، اثر كبير جدا وغير من سلوك الطفل تماما، انه بدا حتى لو عايز يجيب اكل غير صحي وخلافه بدا يرفضه، حتى لو من خلال المدرسه او من خلال الوسائل اللي ممكن من خلالها يجيب اكل من خارج البيت وهو في المدرسه. فكان طبعا في اشراف كبير جدا من المدرسين. طيب احنا قلنا فري، حقيقي هو فري، هنلاقيه على موقع الانترناشونال ديابيتس فيدريشن، وهنلاقيه في صيغتين، صيغه كتب PDF سهله تنزلها مباشره وتطبعها وتقراها او تبقى على الموبايل بتاعك، ويعملوه في شكل موبايل اب بما يتناسب مع التكنولوجيا الحديثه، موجود على الاب ستور وعلى جوجل بلاي، سهل جدا اي حد ينزل الابلكيشن ويبتدي ينتفع بهذا العمل الجميل. بدا هذا العمل بخمس لغات، ثم تم ترجمته الى اكثر من خمس لغات وصولا ل 14 لغه، اضافه الى الموبايل اب نفسه وصل الى 8 لغات. الثمان لغات، لو انت الموبايل بتاعك مظابط السيتنج بتاعته على اللغه الانجليزيه هتلاقي الاب على طول بيقرا انجليزي. لو انت عايز الاب اللي هتنزله بتاع الكيدز بروجرام يكون باللغه العربيه، لابد من تغيير اللغه الخاصه بالجهاز وتبقى لغه عربيه. ده دور كبير جدا لا ننكره الانترناشونال بيتس فيدريشن وغيرها من المؤسسات والجمعيات الاخرى العالميه والمحليه. كان النقطه دي بتهمني جدا، ان وعي المجتمع، اطفالنا هم كنزنا، هم مستقبلنا، هم جيلنا القادم، هم اللي بنحط فيهم افكارنا، هم اللي يهمنا جدا يكون صحتهم في اعلى درجاتها عشان التركيز الذهني والفني بالنسبه لهم يكون عالي، وبالتالي نصل الى مبتغانا ان احنا يكون عندنا طفل صحي وان شاء الله يكون عالم جيد وينفع مجتمعه ووطنه ودينه. اشكركم، السلام عليكم ورحمه الله.